مساء الفل اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في برنامج هو فيه. حلقه النهارده يا جماعه مكمله للحلقه اللي فاتت، اعتبرها الجزء الثاني بتاعه الحلقه اللي فاتت، بس مش هنتكلم فيها عن النكد والصعوبات. النهارده هناخد حل. النهارده هنطلع بالموضوع بحل وحلول جذريه هتعجبكم قوي على فكره. هنحقق احلام ناس يعني مستنيانا نتكلم ونطلع النهارده ونقول كلام عالي قوي النهارده. بعد الفاصل يا جماعه استنونا عشان هنتكلم ونفتح ملف التعدد والازواج والزوجه الثانيه والثالثه والرابعه ان امكن. ارجعوا لنا بعد الفاصل. مساء الفل يا جماعه. مساء الفل يا استاذ علاء. استاذ علاء انتوا عارفينه طبعا، عرفناه الحلقه اللي فاتت، كان معانا هو رئيس مهرجان الاقصر للفنون استاذه هبه مصطفى، صحفية بالجمهورية. تمام، اتشرفنا بك جدا يا استاذة. سعدت بحضرتك ان شاء الله الحلقة النهاردة تعجبك ان شاء الله باذن الله. بس احنا بس عايزين نعرف يعني انطباعاتك الاولانية بس كده عشان ما تخطفناش، وممكن الموضوع يوصل لضرب وزعيق وكده، مش عايزين. لا ما تقلقش. يعني جاهزة معانا؟ انت عارفة احنا النهاردة هنتكلم عن الزوج الثاني. تمام. عارفة الموضوع ده؟ تمام. عارفة ان احنا ده عنوان حلقتنا. تمام. التعدد. تمام. اوكي؟ تمام. ايه الاخبار يا عم علاء؟ الحمد لله تمام. تمام. اعتقد ان احنا انتصرنا الحلقه الاولانيه. لا لا. كرجاله وهنخش بقى الحلقه الثانيه ناخد حقنا. يعني في ناس بتقول استاذ عامل طبعا ربنا يمسها بالخير اكيد بتسمعنا دلوقتي، في ناس بتقول ان هي حطت على الرجاله شويه. والله لو كان ده حقيقي ما كناش وصلنا للزواج الثاني والثالث وتعدد الزوجات. فاحنا كده واخدين حقنا ثالث ومثلث. لا بس هي برضه حطت علينا شويه. نحاول نعوض النهارده. استاذه هبه الاول عايز اعرف رايك في التعدد. الراجل احنا شايفين طبعا يعني الفتره اللي فاتت في مشاكل بخصوص ان الراجل مش مستحمل واحده، بس لما جينا نشوفه مش مستحمل واحده هيستحمل بعد كده يتقال اه ده المشكله كلها تتحل بالزوجه الثانيه. ليه؟ قال لك ما هو هيخف الضغط عن الزوجه الاولى. تمام. يقول لك كمان الله اعلم هم اللي بيقولوا يعني الدراسه دي بتاعتنا. لا لا الدراسات كلها بتاعت بره يعني. بيقولوا كمان ان الزوجه الثانيه بتجلب الحظ والسعاده. صح الموضوع ده ولا ايه؟ لا انا رايي لا مختلف تماما. الله انت جاي تختلف دلوقتي وفي الكواليس قلت لي معاك باي حاجه. لا هقول لحضرتك على حاجه. الزواج طبعا معروف الزوجه هي ام الاولاد وهي البيت وهي كل نمبر 1 في كل حاجه. تمام. في حياه الرجل. تمام. كون ان حد يدخل ويشارك زوجها يعني بيبقى شيء صعب. صح. شويه. صح. على المرأة. حتى يعني حتى لو كان ده حل لحاجات كتيره انا ما اعرفش يعني مش كل مستصعبينها ليه. طب ما نجرب. انا شايفها سهله جدا. انت مش بتقول ان هو بينكد عليك عيشتك وبيقول ان هو بيجي مش عارف ايه؟ خلاص افتحي له الباب وقولي له روح اتجوز. يعني احنا مستنيين الحته دي. الباب يفوت جمل. هي بتختلف من امراه للثانيه. من حد للثاني. بالظبط. يعني واحد يعني كده تقعدي معاه فتقولي له اتفضل روح اتجوز وانا اساعدك وكده واروح اخطب لك. والله في سيدات بيعملوا بالفعل كده وبكل يعني سلاسه في الدنيا. يا ويلكم يعني الزوجه الثانيه اتفضل. عم علاء انت ايه؟ والله انا شايف بجد رايي في الموضوع ده فرصه ربنا اداها للرجل والمراه عشان يعيدوا نظرتهم لو الامور فيها مشكله وفي الحياه مش ماشيه. لو اتعرض عليك يا عم علاء كده او مش اتعرض عليك. بص يا عم علاء احنا مش هننكر بقى. ايوه احنا في الشغل كده كده بنقابل ناس. ايوه حقيقي. صح ولا طبعًا. لا وناس حلو الاربعه مش مكفيين. وفي الشارع بنقابل ناس. وفي المحلات التجاريه بنقابل ناس. احنا بنقابل ناس في كل حته. مظبوط. حلو. لو قلبك راح لحد هي ست الكل في البيت دي على عينه وعلى راسه. بس انا يا جماعه ما اضمنش قلبي يروح فين. انا احلى. انت تضمن نفسك؟ لا مش هضمن نفسي ولا حاجه. بس هي فكره ان ايه ام الاولاد او الزوجه الاولى دايما بتبقى هي
حلاوه الدنيا كلها. طب ماشي، ما فيها فيها بتلاقي معاها كل المتعه وكل حاجه. خليني اكمل. يعني معنى كده ان انت هتبقى جاحد يعني؟ لا مش هبقى جاحد، هترمي وعيالك في الشارع يعني. كل ما هي تبقى ماليه حياتي وموفره لي كل السعاده ومرتاح معاها ومع ولادي، ايه اللي هيخليني ابص لحد تاني؟ حتى لو حد تاني ده شغل قلبي او فعلا. الموضوع بسيط، بس في نفس الوقت لو بصيت على الناحيه الثانيه، لو انا كراجل مش مرتاح في حياتي دي لاي سبب من الاسباب، حتى مع وجود الاولاد او مع وجود زوجه حتى لو هي كويسه، مش هتورط نفسك تاني. لا انا لو مش مرتاح اكيد اي حد هيخبط على الباب انا هتفتح له طبعا. ده انا افتح البلكونه كله الابواب كلها. يعني الفكره، هل الزوجين متوافقين مع بعض ولا في خلاف؟ طيب في سؤال مهم جدا. اتفضل. الزوج حتى لو مش عايز يتجوز تاني بتلاقيه دايما في طريقه هزاره وطريقه كلامه ضغط. بيرمي كلامه ويلقح بالكلام بالزواج التاني. ليه؟ حتى لو مش في نيته، يعني حتى لو مش في نيته ان هو يتجوز تاني، بس تلاقيه مثلا هو بيهزر مع مراته بينكشها، وهو مش عارف مع حماته بينكشها، مع اصحابه ما بره بيتكلموا دايما في الحتت دي، مع ان هو مش في نيته يعمل كده. ايه السبب؟ السبب ان هو بس بيناقش مراته بس في الموضوع ده، وفي نفس الوقت بالظبط وبيخليها كمان انها يعني تخلي بالها لو في حاجه تخلي بالها بقى، يعني انت هتحدف زوايا تظبط بقى. بالظبط. بس فانا شايفه ان تعدد الزوجات بالنسبه للزوج لازم يكون شروط. تمام. زي ما قال كده استاذ علاء، يعني في مشاكل، في حاجه بتؤدي الى الزواج بامراه اخرى، او في امراض او حاجه، لان هو الشرع قال كده. هو ماشي، هو حل الاربعه يا جماعه. بس يعني انا حللها. قدر ان انت هتقولي ده اتفهم. الكلام ده كلام كتب، واحنا لا مش كتب، ده حقيقي فعلا. في رجاله عينيهم فارغه. دول بقى صح. الحمد لله طبعا احنا بعيد عن الموضوع ده، بس في رجاله عينيهم فارغه. تمام. يبقى هيفضل طول حياته يعني نحلها ازاي؟ نحلها ازاي؟ نحلها نستره. ايوه صح. ايوه طبعا. يروح يتجوز فعلا. يروح يتجوز. طب يجيب الموضوع ازاي؟ ينكش مراته ازاي؟ يعني احنا بقى انا يعني مثلا انا شايفه المعتاد والمشهور ان اي حد يروح لمراته ويقول لها انا عايز اتجوز تاني، تقول له موافق اوكي يا حبيبي، الباب يفوت جامد، بس طلقني. طلقني؟ ايه يا حاجه؟ انا بقول لك عايز اتجوز تاني، مش عايز اطلقك، انا بحبك. بس ليه بقى كده؟ بتحبها ازاي وتتجوز عليها؟ ايه؟ يعني ازاي؟ هو انا حرام يكون عندي عربيتين يا جماعه؟ لا طبعا. هو انا حرام طب ما انا امر طبيعي جدا ان بيبقى في صنفين ثلاثه على الاكل. ايوه ده اكل. مالكم يا جماعه في ايه؟ هو انا اتكلم لوحدي في الموضوع ده النهارده ولا ايه؟ هقول لحضرتك هنرجع برضو نقول، انا لو انا مش مرتاح، انا لو هنقول لو انا كراجل عندي كل الصفات الحلوه في بيتي والدنيا جميله. معلش، هو احنا معانا مداخله؟ نجلاء. ايوه اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذه نجلاء. ازيك يا استاذه علاء؟ الحمد لله تمام، اتفضلي. الاول برحب بضيوفنا الاعزاء الاستاذ علاء والاستاذه هبه. اهلا بيكي يا استاذه نجلاء من طنطا، صح كده؟ ايوه. اهلا بيكي. اهلا وسهلا عليك. انت عرفتها ازاي؟ من صوتها يعني متابعه، بتتفرج علينا دايما. اتفضلي يا فندم. انا متابعه البرنامج من الحلقه اللي فاتت، بس انا طبعا مش مع تعدد الزوجات خالص. احنا برضو مش معنا. ليه صح؟ يعني اتجوز عليها ليه؟ مش عارف. انا مش عارف، انا استاذه هبه جايه تتكلم في حاجات انا مش فاهم فيها. ايوه طبعا انا مع الاستاذه هبه طبعا في الكلام اللي هي بتقوله، لان طبعا ما ينفعش ان هو يتجوز عليها خالص. يتجوز عليها ليه ايه يا جماعه؟ نفسه حلوه بس. لا يا جماعه بس، يعني احنا يعني انتوا ليه بتحطوا على الدين والشرع والقانون وكل حاجه؟ محللها الاسباب. ما احنا محللها الاسباب. لو عايزاها اسباب من بكره يبقى الاسباب موجوده. لا صح ولا ايه يا استاذه نجلاء؟ والله ما فيش احسن من المراه المصريه. انا مش مع الموضوع. هو احنا متوقعين انك انت تقولي لا، اصل مش هتقولي يعني. لا. يعني مع واحده ست هتقول ازاي يعني؟ هو بص، ده اللي احنا بنتكلم فيه حاجه الهيه، حاجه والله يا استاذ في نسبه كبيره جدا،
في نسبه كبيره دلوقتي من البنات، مش هنقول في مصر، في الوطن العربي وفي العالم كله، ما عندهمش مشكله ان هي تبقى الزوجه الثانيه او الثالثه لاسباب كتيره، اهمها الاسباب الاقتصاديه. لا اقول لك اسباب انت عارف ان احنا في العالم كله اكتر من، يعني احنا مثلا الرجاله في حوالي 4 أضعاف، لو ما كنتش انا معلوماتي دقيقه، في 4 أضعاف الرجاله ستات تقريبا على مستوى العالم. لكن احنا اكتر في الدول اكتر، يعني في هتلاقي في مصر هتلاقي اكتر من الضعف بكتير كده. فالناس دي حلها ازاي؟ مش نساهم ولا ايه في الموضوع؟ اكيد طبعا اكيد طبعا. احنا جايين نفتح ملف كده ونقفله ونهزر ونمشي ولا ايه؟ احنا عايزين نطلع من الحلقه دي بالمأذون بالظبط، ولا ايه؟ والعرايس موجوده صح ولا انا غلطان؟ مظبوط ولا ايه يا استاذه هبه؟ لا انا مش مع حضرتك بصراحه لا بجد والله انا شايفه ان، لكن ما تفتحلوش الباب، انت شايفه ان الست ما تفتحش للراجل الباب، ما تقولوش تعالى حبيبي عايز تتجوز. لا انا 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 من يعني انا رايي ده ان انا يعني لو اتحطيت في موقف زي ده هطلب الطلاق. انت تطلب الطلاق؟ يعني يروح يتجوز ولا انت؟ لا طبعا، ده انا يعني افضل احارب لاخر لحظه والله طبعا، بس ادام انا يعني قادر او افتح بيت واتجوز مره ثانيه وثالثه واقدر اقعد معايا، تنسى ان المدام بتشوفك دلوقتي. ما هي للاسف بتشوفني دلوقتي. يعني عايزك كنت قاعد معايا تنسى خالص ان في مدام، في حماتك، في الجماعه بيشوفونا دلوقتي. لا عايزك تكون على طبيعتك. تمام. يعني فضفض. تمام. أوكي؟, اوكي؟ انا النهارده بنكشك. ما تبصش عليا كان المدام اللي قاعده قدامك بقى وتتكلم بقى لا انا ومش لا ومش لا. مش ده كلامك ليه على فكره صح؟ لو مش عايز اتكلم اكتر بقى. ايوه ايوه فعلا. انا عن نفسي شايف ان انا لو انا محتاج في حياتي زوجة تانية والزوجة الأولانية مش بتديني ده، إيه المشكلة؟ وهحاول أقنعها عشان خاطر الحياة والولاد والدنيا استحملي، وإحنا وأنا بحب. إحنا معانا تليفون تاني. أستاذة نهلة. أهلا بحضرتك. أستاذة نهلة اتفضلي. أهلا بحضرتك يا فندم، أنا بحييكم على اختيار الموضوع مع إنه كتلة بحثا يعني في البرامج ومش هينتهي الأبد الأبدين يعني. كويس. بس أنا عايزة بس أضيف حاجة. اتفضلي. إن الشارع هناك فرق ما بين المباح وما بين الواجب. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشارع فعلا اباح التعدد. تمام. ولكن ما اوجبش على المراه ولا فرض عليها ان هي تقبل وضع هي مش عاوزاه يا فندم. انا هقبل جدا وهحترم جدا لو انا واحد متقدم لي دلوقتي ان هو وبصباص وعينه زايغه وحاسه من الاول كده ان هو عايز يتجوز جوازه ثانيه، هقبل جدا ان هو يقول لي انا راجل بأي قضية التعدد، هقبل ده جدا. لكن اللي مش هقبله اني اكون عايشة ومؤدية فروضي كاملة وبعمل معاه كل حاجة كويسة وعلى قد ما بقدر بجتهد وبيته نظيف وشكلي كويس ومهتمية بنفسي، ويجي بعد كده افاجأ ان حياتي اتدمرت، ان في حاجة حصلت غلط، ان البيت بيقع. يا فندم انا قدامي 5 حالات في المحيط بتاعي حياتهم باظت، الاسر بتاعتهم اتهدت، ولادهم جات لهم حاله نفسيه بسبب ايه؟ طيب يعني هو بسبب ايه؟ بسبب التعدد، ان الراجل اتجوز واحده تانية. فحضرتك انا شايفه ان الجوازه التانية دي للاسف الراجل لو فعلا يعرف الشرع والدين وحدود ربنا فين هيعرف ان التعدد في الاسلام له شروط، اولا اللي هي العدل، ثانيا القدره على الانفاق، وطبعا القدره الجسديه. تمام تمام، كلنا عارفين طبعا الكلام ده. تمام. زمان طبعا الاسلام اتشوهت صورته بسبب ان هم للاسف بيقولوا على الرسول عليه الصلاه والسلام ان هو، طب ما احنا بناخد ده سنه عن الرسول ان هو كان بيعدد. لا يا فندم، الانبياء كلهم كانوا متزوجين زوجه تانية. سيدنا سليمان كان ليه 90 زوجة. سيدنا يعقوب كان متزوج، سيدنا يوسف، كل الانبياء، سيدنا ابراهيم كان متزوج السيده ساره والسيده هاجر. يعني كل الانبياء اللي نزلوا برساله كانوا متزوجين زوجه ثانيه. الاسلام لما جه الرسول عليه الصلاه والسلام كان في ناس اسلمت متزوجين 8 واللي كان فيهم متزوج 5. الرسول قال لهم ان الشرع في الاسلام لا، ان انتوا تبقوا على 4 فقط. اللي عايزه اكده بس واللي انا شايفاه بجد يا استاذ علاء ان للاسف الزوجه الاولى بتتظلم ظلم بين، ومع ذلك انا شايفه ان في رجاله عندهم الحق ان هم يتجوزوا زوجه ثانيه. ليه بقى؟ برضو خلينا نكون منصفين. الزوجه ممكن تكون مش مهتميه بنفسها، يعني لا شكل ولا منظر ولا حاجه ابدا. ولا اهتمام بالاطفال ولا اهتمام باي حاجه، ولا حتى اهتمام بنفسها ولا اهتمام بنظافه بيت. ده بيبقى ليه اسبابه. ما هو عشان كده ربنا شرع. اوكي ايوه
يعني تقول في اسباب كتيره مش لازم يكون عينيه زايغه يعني يا استاذه نهله، مش لازم اكيد طبعا ممكن يكون عنده ظروف. لا اقول لك اقول لحضرتك حاجه، الدين في اكتر من 15 سبب فقهي اباح للرجل التعدد. زي ايه؟ ان المراه تكون مثلا مريضه مرض يستحيل معه المعاشره، ده دي حاجه. حاجه ثانيه ان الزوجه مثلا تكون عاقر لا تلد، طبعا دلوقتي بياخدوها حجه اي زوجه عندها ولو مشكله بسيطه في الخلفه دلوقتي يقول لك لا ده انا لازم اتجوز، اروح اتجوز بقى خلاص يعني هو جرب واحده لا يشوف الثانيه. بس اللي انا شايفاه يا استاذ علاء يعني المشكله اللي قدامي ان في بس على فكره على فكره ما هو لنفس السبب برضه يعني في زوجات لما زوجها بيبقى مثلا ما يقدرش على الخلفه قليل جدا في مجتمعنا تنكر تنكر حاجه زي كده قليل جدا، ولو عملت كده بيتقال عليها قليله الادب ومش اصيله. لا 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 كتير كتير احنا في مجتمع برضه ظالم بيظلم الست بيظلم الست لغايه دلوقتي يعني لو جوزها ما بيخلفش وجت تطلق. طب استاذ علاء عايز اسالك سؤال. استاذ علاء احنا متشكرين جدا على وجودك معانا، فعلا انت تقريبا لميتي الموضوع كله في دقيقتين. انا سؤالي لحضرتك، حضرتك متزوجه مظبوط؟ تمام. زوج حضرتك لاي سبب من الاسباب، وانا متاكد ان حضرتك موفره له كل حاجه، لو لاي سبب من الاسباب هو قابل قصه حب او قابل انسانه لمست قلبه ومشاعره وكان قدامه حل من الاثنين، يا يتزوج زوجه تانية يا اما يخونك ويغضب ربنا، هتقبلي ولا ترفضي؟ طب ما انا اقبل وضع ثالث. اللي هو ان انا اسيبه يختار هو بمنتهى الادب والاحترام. لكن ما ينفعش تعيشوا الاثنين مع بعض. ساعات في جواز بيبقى فضيحه مش ستر، ساعات في جواز الناس بتتفرج علينا، ساعات في جواز انا من الاول شرطت عليه ان احنا لا انا هتحترمني واكون ليك زوجه هادي كل اللي عليا للاخر، بس في يوم من الايام لو حسيت ان في خيانه او ان انت هتتزوج زوجه تانية او نفسك روضتك قول لي مع الف سلامه واديني حقوقي كست وقول لي مع السلامه بمنتهى الادب والاحترام. ربنا يا فندم يخليهولك ونتمنى لك حياه سعيده. استاذه نهله واضح انك خدت الموضوع جد قوي. استاذه نهله احنا بنلكشف بنضرب ونجري يعني انا حسيت ان انا يعني قالت كلام زي الفل طبعا، بس خدت غفوه كده على ما خلصت طبعا طبعا يعني قالت كلام زي الفل. نتمنى لها السعاده في حياتها ونجاح. بس طلعنا ب واحنا معانا تليفون تاني. معانا استاذ حمزه. السلام عليكم. تمام اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضل يا فندم. الله يبارك في حضرتك. بشكر القناة وبشكر الضيوف اللي موجودين. احنا كنا مستنيين اي رجل يدخل دلوقتي معلش لان واضح ان الستات هتبدا يعني معاونتكم معايا في المشكلة اللي انا هقولها. ايه؟ انا راجل عندي 57 سنة، تزوجت في عام 87. تمام. وكانت معي زوجة وفية. حتى مرض اقسم بالله العلي العظيم لم تتخلى عني لحظه، لم تتخلى عني لحظه. تمام. ولكن تشخيص اطباء المخ والاعصاب اللي طلعوه لي ورم في المخ وادوني حقن مخدره من الدرجه الاولى او من الجدول الاول، وبقت هي دي عيشتي، وجاني الكبد وجاني السكر وبقيت ممدد على الارض وهي كانت تحت رجلي. وفي يوم 22/12/2014 كان في مشادة بسيطة أوي عشان مشكلة في البيت، فبزقها اتخبطت في عقب الباب في دماغها وكان قضاها من عند ربنا واتحبست 34 شهر، علما بإن معايا أربع بنات. البقاء لله. أربع بنات وما معيش أولاد، والله اتفزعت لقيتهم ما يعلم بيهم الا ربنا. لقيت ما لميت نفسي تاني وخدت ولادي في حضني، بس مش هقدر اعوضهم حنان امهم. العيال بيتجاهلوا الحقد بقى عندهم كتير، واحد مموت امهم بس هم عارفين ان انا مش قاصد، ولو كانوا عارفين ان انا قاصد ما كانوش راحوا شهدوا في المحكمه وقالوا لا ان هو مش قاصد. حد يقول لي زوجة تانية؟ لا. حد يقول لي في زوجة وفية تفضل لغاية 27 سنة وقضاها يجي على كلمة؟ فين؟ تمام.
الله يرحمها. احنا متشكرين جدا، مداخله صعبه. لعل ربنا ان شاء الله يجعل جزاءها خير ان شاء الله عن صبرها والبقاء لها. نفصل ناخد فرصه. استاذه هبه، لا الستات عندها واضح كده ان الخيانه اهون كتير من ان جوزها يجي يقول لها انا عايزه اتجوز تاني. ما صعب برضو الخيانه، لو عرفت الست صعب انها تقبلها يعني. هي بس تقبل بوضع خيانه؟ لا ما بتقبلش، بس هي بتتناسى عشان الحياه تكمل. يعني هي لو عرفت من بره او من اي مصدر تاني ان جوزها بيخونها، اوكي ما فيش، ممكن ما تفتحش معاه الكلام اصلا، وممكن او بس احنا معانا تليفون. بس عايزين نرجع للنقطه دي تاني يا استاذ احمد. اتفضل. معانا استاذ احمد زغلول. اتفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد، اتفضل. ازيك استاذ علي، عامل ايه؟ الحمد لله والله كله تمام. انا من معجبين حضرتك جدا يا فندم، والبرنامج بتاع حضرتك، وربنا يوفقك. الله يبارك فيك حبيبي. موضوع حلقه النهارده ده يعني موضوع شيق جدا جدا، وانا من مؤيدي فعلا تعدد الزوجات. الله يفتح عليك بقى، الله يفتح عليك. لا بقى احنا عايزين نديله دقيقتين كاملين، والنبي يا جماعه يقول الراجل ده يقول فيهم اي كلام. مبني على الخيانه، يعني ليه ما تكونش الزوجه هي برضه تكون عارفه ان جوزها عايز يتزوج عليها، وتدخل يعني هي اللي تخطب له، هي اللي تشارك في حاجه زي كده. تمام. يكون مبنى على الحب والموده. ليه ما يكونش كده يعني؟ تمام. يعني انت عايز ايه طيب في الحته دي؟ انت عايز الموضوع يكون بالبساطه دي، صح؟ يكون بسيط، ان هو لما عاوز يتجوز يروح يقول لمراته بعد اذنك انا عايز اتجوز، صح؟ ايوه طبعا. ويستأذنها هي تقول له ايه بقى؟ هي تعمل ايه بقى؟ تروح تخطب له؟ وفيها ايه يعني؟ وفيها ايه؟ خلي بالك بقى حضرتك بقى، عشان انا عاجبني الصراحه السكاكين هتشتغل. انت متجوز يا استاذ احمد؟ ايوه طبعا متجوز. الله يفتح عليك استاذ احمد، خلي بالك. كم مره يا استاذ احمد؟ لا مره واحده. ناوي. مراتك جنبك؟ تقريبا سامعاني. طب الله يكون في عونك يا استاذ احمد، انت هتقضي يوم زي الفل النهارده. ايوه ده ايه القضاء؟ الله يكون في عونك يا استاذ احمد، متشكر جدا. نرجع النقطه دي تاني، الست اهون عندها الخيانه ان تسمع ان جوزها بيخونها، بس بشرط ما يقاسمهاش، ما يجيبلهاش واحده دايماً. لا على فكره برضو مفهوم خاطئ، الست لو عرفت ان الراجل بيخونها لا بتبقى في حاله انهيار وحاله انكسار وكل حاجه، وبتراجع على فكره نفسها كتير قوي قوي في حياتها، في شكلها. مش كل الستات بتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن فئه واحده. واحده عن اتنين بتكلم عن مين؟ لا والله في على فكره الست المصريه، على فكره انا عايزه اقول لحضرتك الحاجه، الست المصريه حابه للبيت قوي. انا بتكلم اتكلم على الست المصريه، اتكلم على راجل مصر عشان تكون عارفه. اوكي مفيش مشكله، واحنا مصريين. انا قصدي ان الست، لا فعلا الست المصريه بتقدس الحياه الزوجيه، بتحب البيت قوي، بتحب زوجها. معلش احنا معانا تليفون تاني. مين؟ اتفضل يا فندم، اتفضل. اتفضل. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك محمود نجي حمادي. اهلا وسهلا استاذ محمود، اتفضل. ازيك يا استاذ علاء وضيوفك الكرام؟ اهلا وسهلا حبيبي، الله يخليك. رايك ايه في الزواج الثاني؟ والله فرصه المدام نايمه دلوقتي وهقول لك الصح. الله يفتح عليك، ما تصحاش دلوقتي غير بعد ما تخلص. ايوه ان شاء الله، بس ما اخش البرنامج متعارف. بس لا كمل بس. المهم انه يعني الراجل المقتدر المفروض يتجوز. تمام. لو ولو مش مقتدر ما يتجوزش. لانه بصراحه في ناس كده بتاخدها كده يعني هوائيه كده في الموضوع، والدنيا بتعك معاهم، والعيال بتتشرد، وبتبقى مشاكل ما لهاش يعني عدد. تمام. الراجل المفروض المقتدر يتجوز على طول ومن غير راي. من غير ما يفكر. على الله وما يفكرش. ما يفكرش. ولو مقتدر اكتر يتجوز اتنين، مقتدر قوي يتجوز ثلاثة. صح.
لا هو براحته، هو حسب ظروفه. طبعا. يعني انا شفت يعني زيات كثيره يعني وناس مقتدره والله. انت متاثر قوي بالحاج متولي يا عم محمود. والله الحاج متولي يعني لو المسلسلات استمرت يعني كان البلد كلها اتجوزت. طيب استاذ محمود، ما تعرفش المدام انك عملت مداخله النهارده معانا. استاذ محمود لمس نقطه مهمه قوي يا استاذ علاء، الفلوس. ان انت لا مش قصه الفلوس، ان موضوع تعدد الزوجات بيساعد في حل مشكله العنوسه بشكل كامل. اعتقد ان في الدول العربيه كتير قوي الست هناك فاهمه ان من حقه يتجوز واحد اتنين ادام هو قادر يعدل بينهم وينفق عليهم. طيب احنا عايزين بس نقلل التليفونات شويه، بس احنا معانا محمود من البحيره. استاذ محمود. السلام عليكم يا استاذ علاء. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. بجد حضرتك فتحت نقطه حساسه جدا بصراحه، ونقطه تحترم في الموضوع ده بصراحه. الله يبارك فيك، اتفضل. الله يكرمك. هو حته ان هو الواحد يتجوز زوجه ثانيه دي ماشي، بس يكون في مبرر والامور تكون ببساطه، ما يكونش فيها تعقدات ولا في مشكله فيه. يعني عايز تقول ايه طيب؟ يعني عادي، هو الواحد عايز يتجوز ما يكونش فيه مشكله يتجوز عادي، طالما في مبرر لكده. والزوجه توفر له بقى هي وتساعده وتقول له تحتويه يعني، وتقول له تعالى واتجوزك، طالما في وهي اللي تطلع وتخطب له يبقى في تفاهم في الموضوع. انا كان في واحد صاحبي حكى لي على الفيلم ده، فيلم ده يعني ان هم يكونوا اصحاب ويقعدوا مع بعض على سفره واحده وياكلوا مع بعض. فعلا في فيلم عربي وياكلوا مع بعض ويتفسحوا وتبدا من الشغل تلاقيهم هم الاثنين محضرين لك الاكل، صح؟ لا، او في حالات كده بتبقى ناجحه فعلا، بس على تقبل المرأة. حد متولي مش هتكرر تاني. لا 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 والله في حالات فعلا حقيقي بتحصل والست بتتقبل لانها عايزه تعيش. عايزه تعيش. فتصاحب دورتها. بدن زوجي مرتاح ومبسوط وانا كده كده عايشه، وفي نفس الوقت في امكانيه ان البيت. طيب. يعيش في حياه كريمه. معانا ايه يا جماعه؟ رافض المبدأ ده خالص. عن ربنا بس. اتفضلي. ايه. طب هو حضرتك ليه ربنا لما بس احنا عايزين بس تعالي صوتك شويه. حضرتك لما ربنا شرع التعدد شرع عليك. شرع التعدد ليه؟ ايه اسباب التشريع؟ اول سبب لو الزوجة عندها حالة مرضية تمنعها من الحياة الطبيعية. الراجل لو عنده قدرة صحية اكبر. اتفضل. انا عندي اجابة برضه. اتفضل. بس احنا كنا عايزين انت يعني انت قولي لنا رأيك ايه في الزواج؟ زوجك جوزك لو جه وقال لك انا عايز اتجوز تاني، هتكون رد فعلك ايه؟ ومع الموضوع ده اصل انت ما تقوليش، انت ما تقوليش رايك ايه في حاجه هي ربنا شرحها. انا ما مش انا مش بايد وبعارض على فكره، ده الموضوع ان انا بهزر شويه فيه، لكن مش معنى كده ان انا مؤيد طبعا، لا طبعا، او معارض، لا، احنا بنفتح موضوع، تمام؟ فانا عايز اعرف منك دلوقتي ايه رايك فيه ايه؟ طيب ماشي. الخيانة ولا الطلاق؟ لا الطلاق. طلاق. الخيانة ولا الجواز؟ لو ما اتجوزت تاني هيفضل يخون تاني. خلاص يتجوز. اصل بص هقول لحضرتك على حاجه، يتجوز وانت يكون على رضاكي وكده. لا يعني في سيدات بتقبل وفي سيدات بترفض. بتتكلمي عن نفسك ولا عن عدد كبير قوي من البنات والسيدات لا بيرفضوا. زعلاء. التفاهم في الحالتين. لو حبيت ورحت قلت لها انا حبيت عايز اتجوز، دي كارثه. ماشي، لو في تفاهم بينهم وقادره تفهم احتياجاته وتحاول، ما انا ممكن احب دلوقتي وامر بتجربه حب يعني واروح اقول لها كده تتقبلك وتحتويك. لا تقبلك وتحتويك وتقنعك، يا اما هتكمل معاك يا اما مش هتكمل. بس هتتعب في اقناعها.
هتتعب اكيد، لان هي في الاول وفي الاخر هي كتله مشاعر، كتله مشاعر، وهيبقى في مشكله. بس ممكن اثر عليها عشان خاطر الاولاد، عشان خاطر انا بيني وبينك مشاعر وبيني وبينك عشره، مش هتخلى عنك حتى لو لا قدر الله حصل طلاق، برضو هفضل جنبك. فده بيخلي الامور افضل. بس انا رافض مبدا عايزه تعيش، مفيش حاجه اسمها عايزه تعيش. انا لو عايش مش مبسوط مش هبقى عايز اعيش، وهي لو عايشه مش مرتاحه مش هتبقى عايزه تعيش. ما انا بتكلم في كده برضه. طب ما ندلع بعض يعني، هو ده الهدف. هو ده الهدف اللي انا عايز تفاهم. انا لو 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 الراجل لو حياته مظبوطه 100% يعني تحس انه برضه هي يعني هيبقى يعني عارف انت اللمبه اللي هي المؤشر بتاع ان هو كل ما يقابل حد لا مش 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 مش, مش لازم اعجب بيه يعني. بالزبط. مش لازم افكر في الموضوع ده، مالك حياه مكتمله 100% والرضا من عند الراجل. هو مفيش طبعا، معلش مع احترامي لحضرتك، برضو الرجل ما بيرضاش يعني بالزوجه يعني في البيت على الرغم انها شايله البيت كامل. بس في بعض الرجاله بتقول ان عشان نحل الموضوع ده ونحل النكد ونحل المشكلة دي نكسر الروتين. نكسر الروتين ازاي؟ نكسر الروتين بواحدة تانية. ما واحدة تانية هتنكد عليه يعني. مدام مفهوم حضرتك، مدام مفهوم ان المرأة هنكدية فهتكون يعني، مدام الراجل حط كده في دماغه هيلاقيها في كذا زوجة يعني. لو جوز 4-10 مش هيشبع. يعني دي نكدية يبقى طيب نكدية. هم 98% من الرجالة يرغبون في او مؤيدين لفكره الجواز التالي. تعرف معنى كده ال 2% ايه؟ الاثنين اللي قاعدين دلوقتي بالظبط. انا وانت. واضح أكيد. بس ان انا وانت بس او ممكن حضرتك والكاميرا مان. اكيد احصائيه خاطئه. اكيد حضرتك احصائيه خاطئه اكيد. لا لا انا احصائيه ايه؟ خلي بالك المؤيد بتاعتي اول حاجه هي واحده ست. تمام يعني موافقه؟ ده هي دي انجي هطلعك على الهواء ولا ايه؟ فهي اللي محضره الورق. بس عايز اقول لك على حاجه. هي رايها طبعا، انا عارف رايها في موضوع التعدد زي ما قالت استاذه نهله شويه بشروط. ايوه هو ده. هو على فكره ده منطقي يعني. ده 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 كويس. لكن 98% الاحصائيه كده نسبه كبيره، كبرت نسبه كبيره قوي. بس هم يقدروا بس على واحده وبعد كده. هو 98 موافق بس ما يقدرش يقول. يخاف طبعا. صح طبعا. يخاف الراجل. مش كل الرجاله عندها الشجاعه انها تقول يقول لمراته. تحيي شجاعه جوزك حتى لو انت موافقه او مش موافقه. ده احنا مش بنتكلم دي نقطه. ودي تحيي شجاعه جوزك انه جه وقال لك انا عايزه اتجوز عليكي. يبقى انا مش مسيطره. يبقى انا كده مش مسيطره. لا يا صعب. لا صعب. لا يعني ما تقولوش. اقول له بأمانه ايه مثلا؟ ايه الشجاعه اللي انت فيها؟ بقول لك ثلاث حالات يبص فيهم الراجل راس الانثى. اب حنون، ابن بار، زوج بيحاول يمهد لمراته فكره انه عايز يتجوز تاني. صح ولا ايه؟ ممكن. طيب لكن ما تحييش شجاعته، تقول تعالى كده قول. لا يعني ما يعني انا شايفه يعني ما تقولش انت. هو هي الصراحه كويسه. لا هي الصراحه كويسه وهقعد معاها هشوف ايه اسباب ان هو بيفكر ان هو يتزوج من امراه اخرى واشوف انا قصرت في ايه. او لو قال لك على اسباب وانت فعلا مش هتقدري تعمليها هتقولي له اوكي ما فيش مشكله يعني انا ممكن اساعدك في ان انت تتجوز ولا بلاش بقى عشان ما نعكش وانا امشي وانت كمل انت. لا انا هفضل معاه طبعا لان البيت هدمه مش سهل. يعني هقدر يعني معلش ايه الاسباب اللي ممكن تخلي الراجل يتجوز من امراه اخرى غير اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو من حقه ان هو يتجوز؟ اللي هي عدم الاهتمام ونظافه البيت وبحياتها ومظهرها. لا طبعا حق. على لك راي تاني في حته ان انت تقول انت طبعا اكيد من ضمن الناس اللي ما بتأيدش الفكره، فكره ما التعدد. يعني في شخصيتك كده وارد ان 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 انك تفكر فيها بصراحه. لو انا اتحطيت في موقف
يا اما يبقى في تعدد او هيبقى في خيانه وذنب اتحاسب عليه قدام ربنا، اكيد هختار التعدد. هتختار التعدد. اه طبعا. لكن فانا انا كفكره عموما، لا بس انا عايز اقول لحضرتك انا هحاول على قد ما اقدر ان المركب ما تبص، المركب ما توقعش، ما تغرقش ايوه، والدنيا تمشي. بس لو لو خلاص يا كده يا كده هيبقى الموقف صعب. حته ان الزواج الثاني يجلب الحظ والسعاده، هو مين اللي قال الجمله دي؟ مش عارف. اكيد راجل. مين ايه هو الجواز الثاني يجلب السعاده والحظ والكلام ده كله؟ هي الزوجه الثانيه بتبقى عندها فرصه كبيره قوي. طب هما هما بيقولوا ايه؟ تفرح الراجل ده وتعوضه عن اللي فات. لا هو هما بيقولوا يعني الهدف من ان هو بيجلب الحظ والسعاده انه بعد الجواز الثاني هتبدا بقى الاولى تهتم، الثانيه بتعمل له ايه؟ انا ما بعملوش. اوكي فتبدا بقى ايه هارون الرشيد الثانيه بقى لا ده بدا يرجع منافسه بقى صح هيحصل. أيوة منافسه. أيوة مين المستفيد بقى في الليله دي؟ طبعا الراجل. لا او ممكن يتقلب اللي ضده ليه ان شاء الله؟ الاثنين لو اتجمعوا عليه هيتقلب لضده. ده سيداتي انساتي ده محمود عبد العزيز. لا يعني لو لو شافوا اهتم بالزوجه الاولى تاني هتتضايق الزوجه. هو صعب ان هم يتجمعوا ضده. صعب. بالظبط. صعب لان صعب قوي الستات والراجل الذكي اللي ما يتجمعوش. ايوه صعب ان هم يتفقوا على حاجه. صح. لكن لكن ال 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 الكلام مظبوط هيحصل منافسه. طبعا. وهيستفاد لو هو شاطر لو هو ذكي هيستفيد. بس مقابل الاستفاده دي هيخسر كتير برضه، هيبقى حاسس ان هو في حرب حواليه. دي عملت ودي قالت، شفت عملت ايه النهارده، شوف برده ما هو ده هياخد ومش مركز. وبدل ما كان بيتنكد عليه من بيت واحد هيبقى والزن بيكتر فاكر. طيب الراجل لو خيروه ما بين المحترمه وقليله الادب هيختار المحترمه ويخونها مع قليله الادب، رايك ايه في الموضوع ده؟ صعب قوي يعني. لا 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 لا, لا. لا لا صعبه جدا يعني. اختيار غير غير غير. مش كل الرجاله كده يا عم علي. مش كل الرجاله خاينه، مش كل الرجاله تفكر، ومش كل الرجاله بتفكر في ستات. طب خلينا ارد باجابه مختلفه شويه. اتفضل. هو هيختار اكيد المحترمه بس مش هيفكر يخونها مع حد زي كده، بس هيشوف ايه اللي عجبه في قليله الادب دي ويقول لها. لا 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 لا, لا. لا. هيفتح على نفسه فتحه يعني هيفتح هيروح يقول لها خلي بالك ده انا عرفت واحده وبعد. لا يعني قصدي لو مثلا بلاش مش هنقول لو شد لو حاجه جذبته اصلا شكلها حلو بتحط مكياج حلو رفيع شعرها لونه مختلف هو زي ما حضرتك بتقول محتاجه الموضوع تغيير بس شوف انت ايه اللي عجبك فيها. انا عجبني كذا وكذا. طب تعالى ما انا ممكن انا عندي كل حاجه بس انت بس ايه دور كويس ليه تشتري من بره. ايوه بالظبط. في قضية التعدد بالتحديد في ناس كتيرة آرائها مختلفة جدا، آرائها مختلفة، واحد بيأيد وخايف، واحد بيأيد وبيجح، واحد بيأيد ومستني الفرصة تجيله علشان كده، واحد بيأيد وبيدور وكده. ايه اللي حصل في الحياه الاقتصاديه صعبه قوي يا استاذ. مال الحياه الاقتصاديه؟ هقول لك الشباب. هقول لحضرتك الشباب خليني بس ارد على سؤالك بطريقه تانية. الشباب قعدوا كتير قوي عندهم كبت وعندهم احتياج ان هم يبداوا حياتهم والظروف الاقتصاديه قافله الدنيا. تمام. انا لما اشتغل على نفسي واعمل فلوس وابدا حياه كويسه ما انا ببقى عاوز اعوض مثلا الفترة اللي انا ما كانش في معايا حياة او ما كانش معايا في ماديات او كذا. طب انا اعملها في حاجة كويسة ولا لا اعملها في الحلال؟ بالنسبة للبنت نسبة الانوثة وقلة فرص الشباب في الزواج وتدبير حياة كويسة عالية قوي وبقى في انوثة. هي لو بتفكر صح ايه المشكلة ما تقلقش. معانا سارة من البحيرة ناخد التليفون ده يا جماعة علشان قربنا نختم. معانا ساره من البحيره. الو ساره. ايوه اتفضلي بس على صوتك. أيوة. معلش شويه. انا استاذ علاء كنت بسال واحد بيقول لي انا بتجوز عشان خاطر زي الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيتجوز اربعه ليه كده؟
يعني هو حجته كده صح؟ ما هو ما هو مش عشان يطبق السنه يختار اللي يعجبه، ما هو مختار الحته دي يعني. يعني ايوه يعني اشمعنى الحته دي بالتحديد هي اللي عجبته؟ هو انا ممكن بس ارد عليها؟ أيوة. على حاجه اي مشكله تحصل يقول لك ما اشمعنى الرسول عليه الصلاه والسلام كان متجوز لا يا ابني هنطبق هنطبق السنه كلها، لكن ما نختارش حته وحته لا، صح ولا لا؟ لا صح. انا عندي لما اي مشكله بتحصل يقول لي انا هروح اتجوز عليك، اروح اتجوز عليك، هو مهددني بسبب المشوار ده. بس انا ضد اي واحد ان هو يتجوز على مراته سواء في مشكله ما فيش مشكله، هو يتجوز على مراته. في اسباب، لا في اسباب. قبل ما تقولي انا ضد، قبل ما تقولي انا ضد وتطرح عليا المشكله، انا مش عايز اخش في الموضوع جد قوي كده، بس قبل ما تقولي انا ضد وتطرح عليا المشكله شوفي انت عندك ايه، عندك ايه ناقص، عندك ايه ناقص مخليه بيقول كده. هو عشان خاطر حابب مشوار الجواز، هو طبيعته وعايز يتجوز تاني. فلما انا بضايقه بيقول لي اشمعنى الرسول عليه الصلاه والسلام كان يعني هو كده بيحب ينوع. ما هو كده حتى لو اتجوز تاني او اتجوز تالت او رابع، ما هو كده مش هيشبع، مش هيشبع. دي مش اسباب، ده طبعا شخصي بالنسبه له. سببه ان هو عايز يتجوز تاني وتالت عشان يغيظني انا، عشان خاطر انا مثلا ايه مش عاجباه، عشان خاطر انا مثلا عايزني ابقى كويس اكتر معاه. ما هو طب يغيظك ليه؟ طيب يغيظك ليه انت كده؟ معلش عشان هو عايز كده، مش عارف يتجوز مره واثنين وثلاثه واربعه. طيب. يعني ايه اللي موصله لمرحله ان هو يغيظ؟ هو عايز يتجوز واحده واثنين، عايز يجرب الجواز، عايز يتجوز واحده واثنين وثلاثه واربعه. يعني ينفع ان انا يبقى معايا طبق حلو وابص لطبق طرشي؟ ما هو اكيد في حاجه، اكيد في حاجه. فرغت عين والله يا استاذ علي. معقوله؟ والله فرغت عين. لا انا عندي رد تاني. بس ما يهددهاش، ما توصلش. بعدين زواج الرسول صلى الله عليه وسلم كان لاسباب طبعا. لاسباب يعني كلنا عارفينها طبعا. فهو طبعا كلامه خاطئ تماما. يعني حرام بجد. استوصوا بالنساء خيرا يعني. تخيل يا عم علاء استاذ هبه وقت الحلقه خلص، انا ما اعرفش ازاي طبعا. معقول. يعني وقت الحلقه خلص بسرعه. بس اللي عايزين نقوله يا جماعه، احنا حبينا ننكش الموضوع من زاويه تانية. انا مش عارف هو قلب اجتماعي شويه مننا، لكن بعيد عن الاسباب، هو كل واحد حر في الحاله بتاعته. بالظبط. مش حالتك ما تتفقش مع الحاله بتاعتي، ما تتفقش مع حاله حسين وعبيد ومش عارف. كل واحد وليه ظروفه، كل واحد ليه الحاله بتاعته. مزبوط. علشان كده احنا ربنا شرع لنا الجواز. لو هيحل مشكله الجواز هيوقعك في مشاكل وهتعيش في منه. وعظمه وجلال الخالق سبحانه وتعالى قال في نفس الايه شرط العدل ولن تعدلوا. لا ولن تعدلوا بس عشان ما ندخلش في بس يعني في ولن تعدلوا يعني هو الموضوع بالظبط. لا 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 يعني انا قصدي ان الموضوع مش 100% امان، بس هي عشان مش مضمون 100%. حبينا نناقش الموضوع من زاويه تانية. تمام. شرفتونا يا جماعه. شكرا لحضرتك استاذ هبه مصطفى الصحفيه بالجمهوريه، انت شرفتيني جدا النهارده. انا سعدت بلقاء حضرتك. عندي يعني الله يخليك. سعدت بحضرتك يا جماعه. يا رب حلقتنا النهارده تكون عجبتكم. تصبحوا على خير.